الطريقة دي للبطاطس مختلفة شوية بس تحفة، بتبقى سايد ديش حلو جدا جنب أكلات كتير، وكمان تجديد للي بيحبوا البطاطس بس زهقوا من الفرايز. أنا عمر عربي، وفي الفيديو ده هوريكوا إزاي عملت بطاطس ويدجز. أنسب بطاطس هي بطاطس التحمير الصغيرة دي، أنا بحب البطاطس بقشرها عشان بتدي تكستشر حلو جدا، عشان كده بغسلها كويس جدا بالفرشة. لو بتقرفوا من القشرة ممكن تقشروها عادي، مش هتفرق في الوصفة، ولو مش عندكم فرشة ممكن تستخدموا ظهر السكينة. بعد ما غسلتها قطعت البطاطس على شكل ويدجز، بقطع كل بطاطساية نصين، وكل نص بقطعه ربعين، وكل ربع بقطعه تمنين، كده كل واحدة بيطلع منها 8 ويدجز. 8 ده رقم كويس جنب الأكل لشخص واحد، علشان هي بتبقى أتقل شوية من الفرايز العادية. أنا عملت 6 بطاطسايات، يعني الكمية اللي عملتها تكفي 6 أفراد. لو لقيتوا وانتوا بتقطعوا واحدة أتخن بكتير من الباقي، اقسموها نصين، حاولوا كله يبقى نفس السمك عشان يستوي في نفس الوقت. بعد ما قطعت كله حطيتهم في بولة كبيرة وغسلتها كويس بالمية، بفضل اغسلها لحد ما المية اللي بتنزل منها تبقى شفافة خالص. بعد كده غليت مية على نار متوسطة وحطيت فيها معلقتين صغيرين ملح، بعدين حطيت فيها البطاطس. أول ما البطاطس بتتحط هتلاقوا الغليان وقف، وزعت البطاطس كويس كده وسبتها لحد ما بدأت تغلي تاني. أول ما بدأت تغلي تاني سبتها دقيقة واحدة بالظبط كده، من ساعة ما نزلتها المية أخدت 5 أو 6 دقايق تقريبا. بعدها جربت أدخل فيها شوكة كده، لقيتها مش بتدخل بصعوبة أوي زي وهي نية، ومش بسهولة أوي زي ما هي مسلوقة بالكامل. طلعتها في الوقت ده عشان ما تتهريش، تعرفوا إنها مناسبة برضو لما تلاقوها بتتكسر معاكوا بس مش بتتهري. والبطاطس بتبرد عملت العجينة، في بولة كبيرة حطيت كوباية دقيق ونص كوباية نشا ومعلقة صغيرة بودرة ثوم ومعلقة صغيرة بابريكا، وقلبتهم في بعض، مش بحط ملح دلوقتي. بعدين حطيت حوالي ربع كوباية لبن رايب، وبدأت أحط مية ساقعة واحدة واحدة وأنا بقلب. القوام اللي عايزه شبه سلطة الطحينة كده أو أخف، فضلت أزود مية وأقلب لحد ما وصلت له. حطيت في العجينة شوية من البطاطس بعد ما بردت وغطيتهم بيها كويس. لو القوام مظبوط هتلاقوا انكم لما بتطلعوها كده معظم العجينه اللي عليها بتقع. سخنت زيت على نار متوسطه، بعدين جبت الودجز وهزيتها كويس عشان تنزل العجينه الزياده، وحطيتها بالراحه جدا في الزيت. ما زحمتش الطاسه علشان يستوي كويس، وما جيتش جنبهم خالص طول ما هما بيستووا. بعد 5 دقايق كان لونهم بقى ذهبي كده، طلعتهم من على النار في حاجه واسعه، وعملت بقية الكمية. عشان ما جيتش جنبهم هما بيتقلوا، ممكن لما تطلعوهم من الزيت تلاقوا شوية منهم لازقين في بعض، عادي ممكن تفكوهم بايديكم مش هيبوظوا ما تقلقوش. برضو خلوا بالكم من حتت العجين الصغيرة دي، حاولوا دايما تشيلوها عشان ما تتحرقش وتبوظ طعم البطاطس. بعد ما طلعتها وهي سخنة كده حطيت عليها ملح وزعتر وريحان، ممكن تحطوا اي توابل بتحبوها. بس كده كانت مقرمشة من بره وهشة وطرية من جوه، وكانت رهيبة. جربوها وقولولي رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستغرام.